تعالوا نروح للزمالك ولقائمة الزمالك الأفريقية التي تم إعلانها، والقائمة هنتكلم عن شوية تفاصيل ليها علاقة بقائمة الزمالك الأفريقية، وبعدين هنروح لجزء ليه علاقة بكواليس معسكر الزمالك الموجود في الإسكندرية في الوقت الحالي. أولاً القائمة منطقية على حد كبير جداً، مفيش حاجة يعني خرجت عن النص. بنتايك هيدخل القائمة أو موجود في القائمة علشان مركز الجبهة اليسرى أو الظهير الأيسر يعني. فالقائمة معانا على الشاشة زي ما احنا شايفين، صبحي وعواد بعد التجديد، محمود الشناوي وعمر عبد العزيز في حراسة المرمى، ثم خط الدفاع عمر جابر، حمزة المسلوسي، أحمد محمود، محمود حمدي الونش، الزناري وحسام عبد المجيد وأحمد مجدي وفتوح وحسن أبو المعاطي الباك الشمال اللي داخل من قطاع الناشئين، مع بنتايك اللي مش هيلعب دور ال 32 علشان البطاقة الدولية لكنه حاضرا بعد ذلك في الكونفدرالية، ثم دونجا، زياد كمال اللي تأكد بقائه بنسبة كبيرة جدا، محمد شحاتة، محمد السيد، أحمد حمدي، سيد عبد الله نيمار، محمد عاطف، أحمد عبد الرحيم إيشو، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، شيكابالا، وأحمد مصطفى زيزو، ومصطفى شلبي، وخط الهجوم سيف الجزيري وحسام أشرف وناصر منسي وسامسون أكينولا. دي القائمة. طيب الموضوع فين بقى؟ في الزمالك وفي معسكر الإسكندرية تم تجربة أكتر من حاجة، لأنه طبعا قائمة الزمالك في الوقت الحالي مع الدعم المنتظر في الأيام اللي جاية مش هتغطي كل حاجة. فرجوع حسام أشرف مع سيف الجزيري إنهاء مشكلته، مع التجديد لعواد، برافو الزمالك على إنه التجديد بشروط الزمالك، كل ده أنت بتحاول لو ما عرفتش تجيب مهاجم، لو ما عرفتش تجيب حارس مرمى وانت مش محتاج تجيب حارس مرمى في الوقت الحالي، لو ما عرفتش تجيب لعيب نص ملعب دايره، فانت عندك عدد موجود في خط الهجوم، عندك دلوقتي 4، لو جالك واحد ممكن تمشي واحد او 2. خط نص الملعب دلوقتي عندك من حيث الاسماء سواء زياد كمال مع دونجا 6، عبد الله السعيد ونصر ماهر واحمد حمدي ومحمد السيد، كل دي واحمد حمدي لما يرجع من الاصابه، كل دي تمنيات كويسه جدا، فعندك بعض الاماكن كويسه. لكن عايز اقف عند حاجه مهمه جدا. يعتقدون في حلمي زامورا ان الموسم الجاي في لعيب هيكون مفاجاه، واللعيب ده اتكلمنا عنه مع نهايات الدوري ان هامش التطور شويه بدا يعلى، وان استلامته نفسها في العمق بقت اعلى، وعلى الطرف بقت الجوده مناسبه جدا، وهو ايشو. ايشو في اليومين دول الفرقه كلها كانت بتعمل القياسات البدنيه بيشوفوا الدنيا اخبارها ايه، فعلشان نبسط الموضوع يعني، في ليفربول كان محمد صلاح، قريتوا انتوا اكيد الخبر ده في اول الموسم، انه ازاي صلاح كان في موضوع القياسات البدنيه في الحركه وفي السرعه وفي الوصول عدى من كل لعيبه ليفربول، كان رقم واحد. لكن القصه مالهاش علاقه بالسرعه بس، هو الموضوع عامل ازاي. ده نص الملعب اللي انا واقف فيه ده، في كوينات موجوده قدامي من نص الملعب لحد منطقه الجزاء مثلا، فاللعيبه كلها على صفاره، تيت اللعيب يتحرك من هنا يروح لكوين معين لازم يوصل له قبل الصفارة التانية، تيت بيروح على الكوين التاني والتالت والرابع والخامس لحد ما يوصل لمنطقة الجزاء، ثم يرجع لحد نص الملعب الدائرة اللي أنا واقف فيها دي، وتبدأ تكرر ده وتشوف أنت هتعمل كام راوند، يعني من هنا لحد ما تروح وبعدين ترجع كام راوند. إيشو وصل 21 وشوية راوند، وده رقم كبير جدا 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 للعيب في الدوري المصري. فيعتقدون في حلمي زامورا منبهر بيه جوميز في حديث شخصي بيني وبينه وقت الانترفيو، ان ايشو سوليد، ايشو مش مجرد طفل، مش مجرد لعيب صغير، لا لعيب يجي منه كتير. فيعتقدون انه ايشو يقدر يكون هنا بالذات انه القناعه بشيكا في العمق، فايشو هو بديل احمد السيد زيزو، وبالتالي الزمالك هنا شويه الامور تمام. لكن عدم وجود اي رفاهيه في التعاقدات، يعني يتحمل الزمالك ان انت ما تجيبش مهاجم، يتحمل الزمالك انك ما تجيبش باك شمال، عاطف موجود شويه، ممكن عمر جابر يجي كبديل لبنتايك تتحل، الناحيه اليمين رجع احمد محمود، محمد شحاته ممكن يسد في وقت او في اخر تتحل، لكن الجناح الايسر بجانب مصطفى شلبي عدم وجود اي رفاهيه على الاطلاق هنا هو مطلب اول. يعني قيل للاداره الجناح أهم من المهاجم، جناح شمال مع مصطفى أهم من المهاجم. عايز أقول معلومة أخيرة، الموضوع مش بهذا السوء، يعني قائمة الزمالك فيها عوار في بعض الأماكن لكن مش كارثة. الزمالك مش محتاج فرقة، الزمالك محتاج مراكز مهمة، محتاج جناح شمال ضروري،
محتاجة قلب دفاع ضروري، وهم أكتر مركزين محتاج دعم بشكل مباشر. غير كده لو الأمور مشيت تمشي شوية، تمشي ليناير. الزمالك عنده البطولات اللي موجودة النهاردة، إذا كان دوري والهدف هو الوصول لدوري أبطال أفريقيا، بكلم بمنتهى الصراحة يعني، المنافسة أكيد الزمالك منافس، لكن الحلم الحقيقي إنك ترجع من تاني دوري أبطال أفريقيا، تاخد كونفدرالية، عندك كأس مصر، البطولات والهدف اللي المفروض يتحط يطابقه في أرض الواقع، إنه صفقات تيجي من الليفل ده تقومك شوية، ترجعك تشامبيونز ليج من تاني، تاخد كونفدرالية. فمش مطلوب انك تضغط نفسك جامد، لكن المطلوب انك تعمل ميركاتو رقم 2 يعلي الكواليتي معاك، على ان يكون ميركاتو يناير او الموسم القادم بتفوق بقى من الغرامات ومن الشيكات ومن الحاجات والمستحقات وزيزو وكل الفيلم ده، فيقدر الميركاتو رقم 3 يرسم مستقبل تصاعدي بالنسبة ليه الزمالك.